بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. حلقه جديده مع كوره كل يوم. تعرفين ده احنا كنا متفقين ان احنا هنرجع من الاجازه يوم الحد اللي جاي، ولكن لظروف بقى منتخب مصر ومعسكر منتخب مصر في اسوان والاحداث اللي بتحصل في الرياضه المصريه في الفتره الحاليه، اضطرينا ان احنا نرجع بدري شويه، والنهارده بنعود تاني كوره كل يوم. يعني نقدر نقول ان شاء الله مش في سبهه جديده، احنا زي ما احنا، ولكن بنبدا مع بعض ان شاء الله موسم 2014-2015 بعد اجازه قصيره جدا 3 ايام، وعندنا كلام كتير جدا هنقوله النهارده، وعندنا ضيوف مهمين جدا في الجزء الاخير من حلقتنا. هخليها مفاجاه، مش هقول لكم مين الضيوف عشان ما حدش يبوظها لنا قبل ما الضيوف توصل، لكن ان شاء الله النهارده حلقه مهمه جدا من كوره كل يوم، عوده تكون حميده باذن الله لكوره كل يوم في القناه النهار الرياضه. نبدا اول حاجه بمنتخب مصر النهارده، يعني هنتكلم في البداية بأخبارنا المحلية، أخبار منتخب مصر، أخبار الأهلي، الزمالك، الأندية المصرية واستعداداتها للموسم الجديد، قرارات اتحاد الكورة النهاردة، وبعدين هيكون عندنا فقرة عالمية مميزة جدا، نطمن بقى ونشوف إيه أخبار الدوريات العالمية وبعض الأهداف كده من ماتشات الودية. لسه في دوريات ما بدأتش لغاية دلوقتي زي الدوري الإيطالي، ونستمتع بمجموعة من الأهداف العالمية والأخبار العالمية. نبدأ أول حاجة بأخبار اتحاد الكورة. الكل بقى دلوقتي مركز جدا مع اتحاد الكورة، الدوري هيحصل فيه ايه؟ الدوري الجديد مجموعة واحدة ولا مجموعتين؟ جماهير هتخش مش هتخش؟ الدوري هيتباع لمين؟ موضوع برزنتيشن والقنوات الفضائية واتحاد الإذاعة والتلفزيون ووزارة الشباب والرياضة، في ناس كتير ساكتة قوي في القصة دي ما بتتكلمش، وهنتكلم بالتفصيل في الموضوع ده. لكن في البداية نقول لكم قرارات اتحاد الكورة النهاردة اللي اتخذت عشان مباراة السوبر ومباراة او لقاءات الدوري الجديد ان شاء الله. الدوري هيكون عامل ازاي النهارده؟ كان في اجتماع لمجلس ادارة اتحاد الكرة المصري برئاسة الاستاذ جمال علام في مقر الاتحاد في الجبلية، وقرروا اقامة مباراة السوبر ما بين الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك يوم 14/9 القادم، يعني خلاص ناقص لنا حوالي 3 اسابيع ومباراة السوبر هتتلعب. دي هتكون افتتاحية الموسم الجديد، كان الفترة اللي فاتت في لغط كتير او لغط كبير ايه اللي هيحصل، هتتلغي السوبر، لكن خلاص اتحاد الكرة قرر السوبر هيتلعب، الامن وافق مفيش مشكلة خالص، والمباراة هتكون يوم 14/9 القادم، وهيحصل الفريق الفائز في المباراة على 1,000,000 جنيه مكافأة المركز الأول، وصاحب المركز الثاني أو الخاسر في مباراة الأهلي والزمالك هيحصل على 500,000 جنيه. كويس، يعني دي حاجة كويسة جدا، علوا مكافآت السوبر عشان تكون برضو مباراة ليها قيمة. وخلي بالكم دي مباراة كبيرة ما بين الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي في افتتاحية الموسم، فمباراة شعبية كبيرة جدا للفريقين، جماهير الأهلي الكبيرة، جماهير الزمالك الكبيرة، فإن شاء الله تكون مباراة جيدة. خلي بالكم المباراة دي فيها حساسية كبيرة جدا، مين اللي هيكسب؟ الخسران هيبقى عنده مشكلة كبيرة، انتوا شايفين الفترة اللي فاتت الأهلي والزمالك مش ماشيين كويس، الأهلي مع جاريدو مستوى سيء جدا، مباراة النجم الساحلي في الكونفدرالية سيئة جدا، هنتكلم بالتفصيل عن المباراة، لكن خليني أكمل لكم القرارات بتاعت اتحاد الكرة النهاردة. واتحاد الكرة قرر كمان إقامة دوري الممتاز في الموسم القادم من مجموعة واحدة ب20 فريق زي ما كان محدد من قبل كده، والمسابقة هتبدأ يوم 18 سبتمبر، يعني 18/9 اللي جاي، يعني بعد مباراة السوبر بأربع أيام. خلي بالكم مباراة السوبر جاية بعد أربع أيام من مباراة مصر وتونس كمان في تصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا، المباراة اللي هتتلعب في استاد القاهرة يوم 10/9 القادم إن شاء الله بين مصر وتونس، منتخب عنده يوم 5 كمان مباراة يعني نقول مهمة جدا في افتتاحية التصفيات في السنغال في داكار إن شاء الله. الحاجة الثالثة من قرارات اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة النهاردة، توجيه الشكر لوزارة الداخلية للموافقة على حضور الجماهير في مباراة مصر وتونس. خلاص في جماهير في مباراة مصر وتونس، لسه ما قالوش يعني قد إيه، ولكن أتمنى أن الاستاد يتفتح لكل الجماهير المصرية عشان تكون يعني المباراة دي عامل مؤثر لمنتخب مصر إن شاء الله، والجماهير يكون ليها دور كبير في مؤازرة منتخب مصر أمام فريق قوي، وفريق دايما احنا امام يعني شمال افريقيا المغرب وتونس والجزائر وليبيا بيبقى في حساسية كبيرة جدا ما بنعرفش نكسبهم بالمعنى الاصح، فلما يكون في جماهير في المباراة ويكون اتحاد الكرة النهاردة، انا سعيد جدا باتحاد الكرة، هتقولوا لي ليه؟ اتحاد الكرة النهاردة يعني خلاص حدد لي، قال لي يعني انا اليومين اللي فاتوا كنت متضايق كراجل اعلامي رياضي كراجل محب لكرة القدم،
مش عارف الدوري هيتلعب امتى، الدوري هيتلعب مجموعه واحده ولا مجموعتين، نظام الهبوط والصعود، السوبر هيتلعب النهارده. الاتحاد الكوره قال لي كل حاجه واكد لي كل حاجه من خلال القرارات، ماتش السوبر يوم 14، الدوري يوم 18، الدوري من مجموعه واحده، فكده خلاص بدات الرؤيه تبان وبدات الواحد يبقى عارف هيشتغل ازاي الفتره اللي جايه، ومستقبل الكره المصريه هيكون عامل ازاي في الفتره القادمه. ودي حاجه كويسه جدا ان اتحاد الكوره حدد القصه وتمسك بالقرارات اللي كان واخدها قبل كده، او الرؤيه اللي كانت داخل اتحاد الكوره قبل كده ان الدوري يكون من مجموعه واحده 20 فرقه، الاهلي يلعب مع المصري والدنيا تمشي والحياه الرياضيه تعود تاني من جديد. يعني زي ما قلت لكم تم توجيه الشكر لوزاره الداخليه للموافقه على حضور الجماهير في مباراه مصر وتونس، وناقش المجلس النهارده كيفيه الصعود والهبوط من والى القسم الثاني، وناقش كمان الميزانيه مع مراقب الحسابات قبل عرضها على الجمعيه العموميه في الاجتماع القادم. نروح للاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكره المصري ونهنيه النهارده بقى على القرارات اللي احنا بقى لنا 3 4 سنين متخبطين، فالنهارده في قرارات، في شكل للدوري ان شاء الله، مباراه السوبر هتتلعب، فخلاص بدات الحياه الرياضيه وكره القدم على وجه التحديد تعود تاني بشكل صحيح ونمشي على التراك الصحيح. ازيك يا استاذ جمال؟ ازيك كابتن كريم، تحياتي ليك وتحياتي لاسره البرنامج كلها بالكامل. الله يخليك يا استاذ جمال، ازي حضرتك؟ ويعني الحمد لله. نقول مبروك على خلاص القرارات النهارده، الحمد لله الواحد حس كده خلاص اللي احنا اتحاد الكوره ماشي بالكوره المصريه او في الطريق الصحيح، او بدانا نحط رجلنا على التراك الصحيح الفتره اللي جايه. الحمد لله كابتن كريم، يمكن احنا من اول ما جينا في مجلس الاداره يمكن الناس فعلا حاسه ان المجلس ده ما بيتكلمش، وبتبتدي تكهنات كتيره تبقى في الفتره اللي فاتت. احنا ماشيين على منظومه واحده، حاطين خط اساسي قدامنا ان ما فيش حاجه اسمها مجاملات، ما فيش حاجه عندنا اراء يعني اهواء حسب الاهواء الشخصيه. احنا حاطين خطه وقايلين عاملين خطه وباعتينها للانديه من قبل كده بكتير، من سواء القسم الثاني، القسم الثالث، القسم الاول، القسم الرابع. احنا باعتين نظام معين ماشيين عليه، النهارده بناكده تاني ان احنا ملتزمين بنفس الخارطه اللي احنا حطيناها ان احنا نمشي عليها. بناكد لك ان كل الاعضاء، يعني انا بشكرهم فعلا الناس اللي معانا كلهم، يمكن توافقنا ان المجموعه كلها بتلتزم بالكلمه اللي بتقولها، ودي الحمد لله يمكن ما بتتوفرش في ناس كتيره جدا، فبتبقى ايه يعني دايما واحد اثنين ثلاثه بيختلفوا معاك، لكن بصراحه المجلس كله بالكامل الحته دي بيتفقوا دايما ان احنا الكلمه اللي احنا قلناها واللي احنا صدرناها قبل كده ملتزمين بيها بتنفيذها لغايه الاخر. الحمد لله انا بشكرهم كلهم كمان، فتلاقي في القرارات، قرارات المجموعه الواحده احنا قايلين من السنه اللي فاتت انها مجموعه واحده، قايلين 20 فريق من السنه اللي فاتت، قايلين 20 فريق. اللي بعديها 18 برضه، لو يعني احنا موجودين في الاتحاد برضه هننفذها 18. تمام، احنا ماشيين بطريقه معينه ان احنا عايزين نصل لمرحله دوري منتظم، تبقى كل واحد عارف ايه السنه الجايه والشكل اللي جاي. لكن فوجئنا طبعا في الاعلان كل شويه، المجلس منقسم على شكل الدوري، المجلس مش طبعا الكلام ده كله ما بيحصلش، وانا واثق ان كل الاعضاء بمجرد ما احنا بنقعد بنلتزم باللي بس برضه يا استاذ جمال، يعني برضه كنت انتوا في انتظار الموافقه الامنيه. الموافقه الامنيه حضرتك، انا حتى يمكن كان ليا تصريح قلت ان الموافقه الامنيه على تامين المباريات، مش على دوري مجموعه ولا مجموعتين، وليست على شكل ونظام المسابقه. تمام، دي حاجه دي معروفه، يعني احنا بنحدد المسابقه بتاعتنا ايه والامن. بعد كده لو قال النهارده ما تعمليش 5 مباريات في يوم واحد مش هنعمل، لو قال اعملهم 10 في يوم واحد هنعملها، لكن ملوش دعوه بشكل الدوري. بس لكن شكل الدوري، شكل الدوري والمسابقه بيحددها اتحاد الكوره. تمام، طيب مباراة السوبر خلاص يوم 14، وانتوا رفعتوا مكافآت الماتش السوبر، 1,000,000 جنيه للفريق الفائز و500,000 للفريق الخاسر الثاني. دي حاجة كويسة جدا، دي برضو بتدي ناحية تحفيزية للأندية ان هي تبقى بتلعب المباراة وعندها دوافع مالية برضو كبيرة غير الدوافع المعنوية. وهقول لحضرتك برضو من ضمن الحاجات اللي هي بتريحك في دي، انك انت عامل عقد رعاية دلوقتي بتحدد فيه السوبر موجود فيه من دخله بالقيمه موجوده. التزام الشركه النهارده لما تيجي تحدد المبالغ الماليه هتخش لك في مبالغ ماليه جوه الاتحاد، لما تيجي تقول المسابقه هدفع فيها 1,500,000 معناها هل موجود عندك الاتحاد هتوفر 1,500,000 ولا لا؟ لا الحمد لله احنا بنقول الاتحاد النهارده برضه قادر هيوفر من خلال العقود اللي عملها
ويمكن حتى الشيك بتاع الرعايه بتاع التامين بتاعه وصل النهارده اتحط قبل ما نمضي العقد، يعني اللي هو خطاب الضمان موجود بتاع برزنتيشن خطاب الضمان. خطاب الضمان بكام يا استاذ جمال؟ يعني موجود بشيك ان احنا ناخد 9 مليون، هو دافع مليون كان في الاول، كملهم النهارده بشيك ب 8 مليون. يعني النهارده تدفع لك فلوس كاش لخطاب الضمان، هي ليها طبعا مساوئ. تمام. طيب مين اللي هيرعى، هتدوا لمين رعايه مباراه السوبر؟ لوكاله الاهرام ولا برزنتيشن؟ لا، الشركه هي واخده في العقد بتاعها، في العقد يعني نفسه برزنتيشن واخده السوبر السنه دي؟ واخده السوبر، موجود السوبر فيها. لا، السوبر هيخش في تاريخ التاريخ العقد، فاهم؟ يعني احنا عندنا اصل هم قالوا ماتش السوبر دي مباراه ما بين بطل الدوري والكاس بتوع السنه اللي فاتت، فالمباراه او ماتش السوبر ده ما كانش داخل في الرعايه، كان العميد ثروت سويلم كان معايا على التليفون من حوالي اسبوع وقال لي الكلام ده. اقول لحضرتك ليه؟ لان هو دي 3 سوبر. يا 3 سوبر من اول تنفيذ العقد، يا 3 سوبر من بعد تنفيذ العقد. تمام. النهارده انت بتنفذ العقد بتاع مع الشركه الراعي من 1/9. فبالتالي ف 14/9 هيكون من داخل فيها ماتش السوبر. في نفس العقد السوبر. فيبقى ده الثلاثه من ضمن الثلاثه، لما يجي اخر سوبر برضه يبقى مطروح لو راعي جديد او رعايه او هم اللي دخلوه او طيب. اي حد ثاني او ما فيش راعي يبقى. طيب الرعايه دي من خلال ايه؟ من خلال الاعلانات الملعب واعلانات التيشيرتات والكلام ده والبث الفضائي، ولا البث الفضائي خارج الرعايه؟ لا، والبث الفضائي. يعني برزنتيشن هي اللي تبيع ماتش السوبر؟ لا، بيع بث فضائي. لا، بث فضائي انا بتكلم على المباريات المنتخبات، لكن في دي لا، دي هيتسوق ان شاء الله باذن الله. انا سامع كده عندي خبر ان اتحاد الكوره لسه هيحدد سعر مباراه السوبر ان شاء الله باذن الله. دي القنوات الفضائيه كلها ولا لايه بالظبط برضه عشان نبقى فاهمين؟ لا، على القنوات كلها، زي ما احنا عملنا النهارده برضه مع ماتش كينيا، ان احنا بعتنا كل القنوات الفضائيه. بعتنا لهم، كنا بعتنا ماتش كينيا ب 50,000، انتوا بعتوا 50,000 لمباراه مصر وكينيا، لان التلفزيون المصري عرض 50,000. فاحنا طبعا دي مباراه استثنائيه، عايزين مصر كلها تشوفها على جميع القنوات. فمجلس الاداره كله بالكامل خد قرار ان كل المباريات على القنوات المصريه ب 50,000 جنيه بالنسبه للكل. تمام. مع التزام القناه ده طبعا بشرط البث مع التلفزيون المصري. يا استاذ جمال. نعم، معاك يا ريس. طيب ده بالنسبه لمصر وكينيا 50,000 جنيه المباراه، لسه ماتش السوبر ما حددتوش. لسه ما تحددش قيمه ماتش السوبر. طيب بالنسبه لمباراه مصر والسنغال، فعلا اتاخدت لقناه بين سبورت، اتباعت لقناه بين سبورت؟ لا، ما هو مصر والسنغال انت مش انت اللي بتسوقها، بيسوقها الاتحاد الافريقي. الاتحاد السنغالي. لا، الاتحاد الافريقي هو اللي بيسوق المسابقات الافريقيه. ايوه، بس في التصفيات احنا كنا بناخد الماتشات بتاع التصفيات زمان. لا لا لا، بياخدها هو الاتحاد الافريقي. ده كانت في الاول في ماتشات الانديه، الانديه هي اللي بتبقى. لا لا لا، ماتشات المنتخب احنا زايعينها الثلاث سنين اللي فاتوا، تصفيات منتخب مصر في افريقيا احنا زايعين الماتشات دي، وكان في شركه اسمها سبورت 5. لا لا لا، احنا ما عندناش ولا لا بين سبورت دي، انساها خالص يا ريس، ما عندناش خالص عقد عليها ولا هنعمل عقد معاها. واحنا حتى الشركات اللي جايه متفقين معاها، الدول المعاديه للسياسه المصريه استحاله هتذيع قنواتها دوري مصري او اي مباراه لمنتخبات مصريه، سواء حاليه او مستقبليه. يعني النهارده لما حتى لو الدوله اتصالحت مع دوله وبقت دوله جديده، برضه مش هنذيع مع الدوله الجديده، حتى مع شركات الرعاية احنا كاتبين الكلام ده. طيب خليني اكلمك، النهارده سمعت ان في فائض ميزانيه اتحاد الكوره 15 مليون جنيه، الكلام ده صحيح؟ الكلام ده صحيح طبعا، ويمكن احنا عندنا فائض ثاني. طبعا انا بشكر برضه السيد الوزير خالد عبد العزيز، كان ليه دور في تحصيل المدينات السابقه للاتحاد والانديه. طبعا الاتحاد كان ليه نصيب الجزء كبير جدا، لان خاصه من سنوات قبل كده من 2001 و2002 كانت عباره عن قيم موجوده في الحسابات لكن صعب تحصيلها. الحمد لله اللجنه يمكن احنا قدرناهم النهارده وشكرناهم ووجهنا لهم الشكر، ويمكن المجلس كله بالكامل كمان وجه لي انا الشكر مع اللجنه، لان سعينا في الفتره دي ان احنا ازاي نثبت حقوق الاتحاد مع التلفزيون المصري خلال السنوات السابقه. وفعلا ما بقتش قيمه مدرجه بس في الميزانيه، باوراق في منها عقود وفي ما فيش عقود، فثبتت فيها وتحصلت المدينيه ال 42، فاصبحت في قيم في الاتحاد في الميزانيه. وفي فائض الحمد لله في الاتحاد كويس جدا، زائد لسه الايرادات كمان اللي هتخش جديد في الاتحاد الفتره اللي جايه. كلها دي لصالح المنتخبات انت عارف، ولصالح بعد كده لو في تقرير في مسابقه في بطوله كاس مصر مثلا هتحدد لها برضو
قيمه عشان يبقى مش مجرد ان انت تاخد كاس وخلاص تحدد له قيمه في الفتره اللي جايه. لازم نطور بقى فكر المسابقه، مش مجرد ان انا باخد درع وامشي بيه او كاس وامشي بيه، وده طبعا ما ينفعش. طيب استاذ جمال، هل خلاص الاستاذ خالد كامل رئيس لجنه المسابقات في القسم الثاني؟ رئيس لجنه القسم الثاني الاستاذ خالد كامل، احنا خلينا رئيس اللجنه في القسمين، القسم الثاني والقسم الثالث، واديناهم اختيار لتشكيل اللجنه بالكامل من عندهم. طيب بالنسبه احنا عرفنا خلاص ان وزاره الداخليه وافقت على حضور الجماهير في مباراه مصر وتونس ان شاء الله يوم 10/9 القادم ان شاء الله، بس لسه في لقاء هيبقى مع وزير شباب والرياضه ان شاء الله مع لوزير الداخليه، انا وهو محدد مع خالد دي عبد العزيز في الفتره القادمه. أيوة. هيبقى في اللقاء ده متحدد في بعد كده حضور الجماهيري في مباراه تونس وعددهم قد ايه والكلام ده كده هيتحدد في ده هينطبق على ماتش الاهلي والزمالك في السوبر والدوري ولا برضه ليه اتفاقيه اخرى؟ ماتش الاهلي والزمالك طبعا ده ليه وضع تاني، يعني لسه ما اتناقشناش فيه في السوبر، بس هنتناقش برضه مع وزير الداخليه فيه على حضور جماهيري بعدد معين. ما فيش حضور جماهيري برضه، احنا بص يا كابتن كريم، احنا مع عندنا حس وطني زينا زي الداخليه، احنا بنحس بمصر واحنا عايزين مصر. بنطالب من خلالك برضو الجماهير المصريه انها تقدم السبت لحد الاثنين عشان تلاقي ايام موجوده معاها. فالنهارده ما ينفعش احنا بعد ما بنتقدم لقدام نبص نلاقي في موقف حصل بيرجعنا تاني لورا. تمام. احنا نفسنا ان الجماهير كلها تكون موجوده، نفسنا الجماهير الوعود اللي بتوعدها انها بتبقى ملتزمه وهتبقى ملتزمه، لكن بيحصل في حاجات تانيه تختلف خالص في الفترة الأخيرة زي اللي حصلت مع المستشار مرتضى منصور. طبعا الحاجات دي كلها بترجعك تاني لورا. أيوة. فما ينفعش إن احنا نتكلم دلوقتي إلا نتكلم بأرقام موجودة قدامنا وبواقع مواقع. طيب. يعني موجودة قدامنا. ماتش مصر وكينيا فيها جماهير؟ مصر وكينيا فيها طبعا جماهير وموجودة من في أسوان. معمولة عبارة عن دعوات عن طريق وزارة الرياضة. ومطرحها طبعا عندهم هناك الدعوات على ان يبقى الاستاد فيه جماهير طبعا. يعني الساعة كاملة في استاد اسوان ولا برضو مجموعة معينة او عدد معين؟ لا 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 لا، هم محددين كمية كبيرة جدا، عدد كبير جدا لحضور المباراة يعني. تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري. استاذ جمال يعني اكد لنا ان المباراة دي داخلة مباراة السوبر الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي يوم 14 سبتمبر القادم داخلة من خلال عقد رعاية برزنتيشن لاتحاد الكرة المصري. طيب ده بالنسبه لاخبار اتحاد الكوره. كمان المنتخب التونسي او اتحاد الكوره التونسي بعت فاكس للاتحاد المصري بياكد فيه ان منتخب تونس هيوصل القاهره يوم 7/9 القادم عشان يلعب مع منتخب مصر يوم 10. انتوا عارفين ان تونس هتبدا ماتشاتها يوم 5/9 ان شاء الله بلقاء تونس وبوتسوانا في تونس. تونس وبوتسوانا، احنا هنكون ساعتها بنلعب السنغال في داكار، فهيخلصوا ماتش بوتسوانا، منتخب مصر هيرجع من السنغال عشان ماتش تونس هنا، وتونس هتخلص مع بوتسوانا وترجع على القاهره يوم 7/9 استعدادا لمباراه 10/9. بس يعني انا بقول لكم اخبار يعني هتحصل لسه في شهر 9، ولكن بنمشي مباراه مباراه مع منتخب مصر. طيب تعالوا اقول لكم برضو شويه حاجات كده عن اتحاد الكره المصري، وبعدين هنتكلم في قائمة منتخب مصر اللي هتشارك مع الكابتن شوقي غريب بقى في معسكر أسوان، وبعدين هيخلصوا المعسكر ويبدأوا معسكر آخر هنا في القاهرة يوم 1/9 هيستمر لمدة يومين، وبعدين يسافروا إلى السنغال يوم 2/9. التلفزيون المصري بيرفع عرض شراء الدوري إلى 300 مليون جنيه. وعايز أقول لكم يا جماعة الموضوع ده هو القضية اللي هتطرح الفترة القادمة، مين هيشتري الدوري المصري؟ خلي بالكم في احد القنوات العربيه متفقه مع شركه برزنتيشن عشان ياخدوا الدوري المصري، يعني ده الكلام اللي بيتقال دلوقتي. اتحاد الاذاعه والتلفزيون عايز يشتري الدوري المصري ويوزع على كل القنوات الفضائيه. دي المعركه القادمه خلال الاسبوع اللي جاي، هنشوف يعني كلام. وفي خلي بالكم يعني انا شايف كده ان في ناس اعلاميين كبار جدا، اعلاميين رياضيين وعندهم برامج يعني كبيره جدا في الاعلام الرياضي، عاملين ضاربين طناش في الموضوع ما بيتكلموش فيها خالص. في وعود وفي حاجات بتحصل وفي كلام بيتقال في الكواليس، ومفروض ان دي قضيه كبيره جدا. مين اللي هياخد الدوري؟ هل القنوات الفضائيه المصريه الخاصه مش هتاخد الدوري؟ اتحاد الاذاعه والتلفزيون بيحارب عشان ياخد الدوري المصري في الموسم القادم او الموسم اللي هيبدا.
في اعلاميين اكنهم مش واخدين بالهم، ورغم ان هي قضيه كبيره بس في وعود وفي حاجات من تحت الترابيزه وفي كواليس بتتعمل هنقول عليها في الوقت المناسب. لكن بقعد اضحك لما الاقي الناس بتتكلم في نقط معينه وبتسيب نقط كبيره جدا ونقط مهمه جدا ما بيتكلموش فيها خالص. يعني دلوقتي الاعلاميين الكبار ما بيتكلموش في مين هياخد الدوري المصري وبرزنتيشن واتحاد الاذاعه والتلفزيون واتحاد الكوره والكعكه هتتقسم ازاي. فبصراحه الواحد بيقعد يضحك. يعني اخلص بس يا بيومي اخبار اتحاد الكوره ونطلع فاصل على طول، هنتكلم في الوقت المناسب يعني، بس هنشوف ايه اللي هيحصل. الكاميرون طالبه تلعب مع المنتخب الاولمبي في شهر اكتوبر اللي جاي. انتوا عارفين ان في الاجنده الدوليه يوم 6 و15 اكتوبر ماتشين وديين في الاجنده، فالمنتخب الاولمبي كابتن حسام البدري عايز يلعب في نفس مواعيد الاجنده بتاعت المنتخب الاول، ان الدوري هيكون متوقف. فجالهم فاكس او خطاب من الاتحاد الكاميروني ان هم عايزين يلعبوا ماتشين مع المنتخب مصر الاولمبي. اتحاد الكوره محدد 50,000 جنيه تسعيره اذاعه مباراه مصر وكينيا القادمه في اسوان. انا شايف المبلغ كبير، 50,000 جنيه لمباراه وديه، ولكن يعني ان شاء الله نتمنى القنوات كلها تاخد وقناه النهار على وجه التحديد نهار رياض تاخد المباراه القادمه مصر وكينيا يوم السبت القادم في استاد اسوان. اتحاد الكوره بيخاطب الكاف عشان مصر يعني مصر تطلب استضافه كاس الامم الافريقيه 2017. انتوا عارفين ان كاس الامم الافريقيه 2015 في المغرب، البطوله اللي جايه اللي هتبدا في شهر يناير اللي احنا هنبدا نلعب تصفياتها بمباراه السنغال وتونس. البطوله اللي بعديها كانت مفروض تتلعب في ليبيا 2017، ولكن انتوا عارفين الظروف السياسيه في ليبيا صعبه جدا، مفيش استقرار، في مشاكل كبيره داخل ليبيا. فالاتحاد الافريقي سحب تنظيم البطوله من ليبيا، وهيطرح بقى مين اللي عايز يستضيف بطوله 2017. الاتحاد المصري بيفكر في استضافه بطوله 2017 تكون على ارضنا هنا في مصر باذن الله. نتمنى برضو تبقى حاجه كويسه جدا نستضيف بطوله 2017 او 2019 البطوله اللي بعديها برضو بسنتين. انتوا عارفين ان بطوله امم افريقيا بتتعمل كل سنتين. طيب عبد الله جمعه هينضم المنتخب المصري للشباب يوم الجمعه. انتوا عارفين عبد الله جمعه لاعب محترف في نادي يونيون برلين في القسم الثاني في الدوري الالماني، والفريق هيتوجه لاسكندريه بكره ان شاء الله. انتوا عارفين ان مباراه مصر والكونغو يوم 31، دي مباراه العوده، كنا خسرنا 2-0 في الكونغو، احنا في حاجه بقى الى الفوز 3-0 في مباراه العوده في اسكندريه يوم 31 ان شاء الله اللي هو يوم الاحد اللي جاي بإذن الله. نتمنى التوفيق طبعا لمنتخب مصر، والفرقة منتخب مصر هيسافر بكرة إلى اسكندرية بإذن الله. اجتماع شمال أفريقيا هيحسم الدولة المرشحة لاستضافة أمم أفريقيا 2017. كابتن فاروق جعفر مدير الفني لاتحاد الكرة المصري بيقول إن اجتماع شمال أفريقيا اللي هيتعمل يوم الخميس اللي جاي في تونس هو اللي هيحدد الدولة المرشحة اللي هتستضيف بطولة أمم أفريقيا 2015. في 6 دول طلبت تنظيم البطولة، المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس ومصر، وكانت ليبيا قبل كده لكن ليبيا اتخذت منها طبعا عشان زي ما احنا قلنا الظروف السياسيه. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل بقى هرجع اقول لكم كابتن شوقي غريب والجهاز الفني اختاروا مين لمنتخب مصر. القائمه بتاعت منتخب مصر اللي هتكون موجوده الفتره الجايه ان شاء الله معسكر اسوان هتكون بدون اللعيبه المحترفين، اللعيبه المحترفين بيلعبوا ماتشاتهم مع الفرق الاوروبيه والفرق العربيه، ومباراه مصر وكينيا مش في الاجنده الدوليه، فمعظم اللعيبه ان شاء الله هتنضم لمنتخب مصر يوم 31/8 باذن الله، وتبدا بقى مع منتخب مصر تتدرب. بعد الفاصل اقول لكم القائمه بالكامل اللي اختارها الكابتن شوقي غريب عشان مباراه مصر وكينيا ومصر والسنغال وبعدين مصر وتونس. بالتوفيق ان شاء الله منتخبنا المصري في بدايه تصفيات افريقيا او تصفيات المؤهله لبطوله امم افريقيا 2015. بعد الفاصل نعرف الأسماء في منتخب مصر. نرجع تاني مع بعض ونتكلم على منتخب مصر شوية في معسكره بقى اللي بيقام دلوقتي في أسوان بقيادة الكابتن شوقي غريب وجهازه الفني. المباراة دي هتكون مباراة للعيبة المحليين فقط، يعني انتوا عارفين ان ماتش مصر وكينيا يوم السبت القادم يوم 30 مباراة مش في الأجندة الدولية، فطبعا الاتحاد المصري لكرة القدم مش هيقدر يستدعي اللعيبة تلعب معاه المباراة، اللعيبة المحترفين هيجوا بعد المباراة، ان الاتحاد الدولي بيسمح بخمس أيام فقط قبل اللقاءات الرسمية، فاللقاء الرسمي المنتخب مصر يوم 5/9. اللعيبة هتبدأ تنضم يوم 31 ويوم 31/8 و1/9 القادمين، فالمباراة دي تجربة للاعبين المصريين المحترفين المحليين اللي بيلعبوا
مش المحترفين خارج، محترفين في الداخل او اللعيبه المحليه اللي بتلعب في الدوري المصري. اللعيبه المحترفين ان شاء الله هيجوا بعد مباراه كينيا ويستعدوا مع منتخب مصر لمباراه السنغال في بدايه التصفيات. تعالوا نشوف مع بعض قائمه منتخب مصر اللي اختارها الكابتن شوقي غريب في معسكر اسوان، واللي هتكمل بعد كده برضو في مباراه السنغال ومباراه تونس، رغم ان الكابتن شوقي هيستبعد حوالي 9 لاعبين او 8 لاعبين بعد معسكر مباراه اسوان او مباراه كينيا. طيب دي قائمه المنتخب. بالنسبه لحراسه المرمى، عصام الحضري، شريف اكرامي، احمد الشناوي، امير عبد الحميد. عارفين طبعا عصام الحضري في الاسماعيلي، انضم للاسماعيلي، الوحيد اللي ثابت في مكانه او في نفس النادي هو شريف اكرامي في النادي الاهلي. احمد الشناوي راح الزمالك، ووادي دجله امير عبد الحميد انتقل لوادي دجله بعد ما كان بيلعب في نادي سموحه في الموسم اللي فات. بالنسبه لخط الدفاع، احمد سعيد اوكا من نادي سموحه، شوقي السعيد الاسماعيلي، سابر رحيل الاهلي، محمد عبد الشافي الزمالك، عمر جابر الزمالك، حازم امام الزمالك، بس محمد عبد الشافي تم استبعاده بسبب الاصابه، يعني محمد عبد الشافي مش موجود في معسكر منتخب مصر بسبب الاصابه او مش هيشارك في المباراه القادمه بسبب الاصابه. نتمنى ان هو ممكن يعني يخف ويلحق المباراه اللي بعد كده مع السنغال. هنشوف بس راي كابتن شوقي غريب ايه، واصابه محمد عبد الشافي هتقعد قد ايه. في نص الملعب في حسام غالي من الاهلي، حسني عبد ربه من الاسماعيلي، تريزيجيه من النادي الاهلي، وبعدين تريزيجيه كان عنده امتحانات وخلاص زمانه دلوقتي سافر اسوان عشان يبدا تدريباته مع منتخب مصر. سموحه ابراهيم عبد الخالق من نادي سموحه، لاعب هاف ديفندر طبعا، مؤمن زكريا الزمالك. نكمل مع بعض، عمرو جمال وهاني العجيزي وخالد قمر، دي بقيه اللعيبه اللي اختارها كابتن شوقي غريب من اللعيبه المحليين. تعالوا نشوف قائمه اللعيبه المحترفين، هم 12 اسم. محمد صلاح تشيلسي، احمد المحمدي هال سيتي، وخلي بالكو محمد صلاح جاي له عرضين من نادي ساندرلاند ونادي استون فيلا. انا محمد صلاح كده الامور بالنسبه له صعبه، هحكي لكم القصه بالظبط على محمد صلاح، ان هو في مركزه في لعيبه كتير جدا، يعني في ثلاث مهاجمين دلوقتي فريق تشيلسي، دييجو كوستا، فرناندو توريس، ودي دروجبا، في لعيبه كتير قوي في نص الملعب، اندريا شورلا، هازارد، ايدن هازارد اللاعب البلجيكي، فلعيبه كتير. بس تعالوا نكمل بسرعه، شيكابالا لاعب سبورتنج لشبونه، رامي ربيعه سبورتنج لشبونه، محمد النني بازل، احمد حمودي بازل، دي اللعيبه المحترفه اللي اختارها الكابتن شوقي غريب. علي غزال ناسيونال ماديرا، صالح جمعه ناسيونال ماديرا البرتغالي، احمد حجازي فيورنتينا الايطالي، وشفنا كذا مباراه لاحمد حجازي ادى بشكل كويس جدا، كلها ماتشات وديه، وكان في مباراه امام ريال مدريد، نتمنى له التوفيق ان شاء الله. احمد من اللعيبه الكويسه جدا. كهربا من جراس هوبرز، واحمد حسن كوكا من نادي ريو افي البرتغالي، وزي ما انتم شايفين او هنجيب لكم كمان شويه كمان اهداف لاحمد حسن كوكا في الدوري البرتغالي، هو هداف الدوري، احرز 3 اهداف في المباراه الاخيره لفريق ريو اف البرتغالي، بالاضافه الى احمد فتحي لاعب ام صلال القطري. نروح للكابتن شوقي غريب في اسوان ونطمن على منتخبنا المصري في نقدر نقول تاني او ثالث يوم، تاني يوم لمعسكر منتخب مصر في اسوان استعدادا لمباراه كينيا وبعد كده طبعا مباراه السنغال ومباراه تونس. كابتن شوقي ازاي حضرتك؟ اهلا بيك، ازيك كريم، ازي صحتك كده؟ اخبار حضرتك ايه؟ وانا عارف دايما جو اسوان جو جميل بالدفء باهل اسوان وحفاوه الكبيره اللي انتوا يعني تم استقبالكم بيها هناك. الحمد لله والله كريم، احنا من ساعه ما جينا هنا في اسوان واحنا الحمد لله الحفاوه موجوده فعلا زي ما انت قلت من كل الناس على اسوان، طبعا الست اللي هو محافظ اسوان وكل الناس والقيادات اللي موجوده وكل الناس، وهم حاطيننا في عينيهم بصراحه يعني للامانه. احنا المعسكر يعتبر معسكر نموذجي يعني، لان احنا قاعدين انت عارف الليله ما وراهاش حاجه خالص كريم، وانت يمكن جيت معنا قبل كده هنا وشوف موجودين في الجزيره اللي موجود فيها الفندق وقاعدين على طول، مفيش اي حاجه الا انك انت قاعد، اذا كان في محاضره، اذا كان في مباريات معينه بيشوفوها اللعيبه، اذا كان بنتكلم معاهم، اذا كان في مواعيد الاكل، مواعيد نظام، مواعيد التدريب، هو ده بس الحاجه الوحيده اللي وراه، مفيش حاجه شغلاهم خالص عن اي شيء الا كره القدم بس، وده اللي انا يعني الحمد لله كان الهدف من المعسكر، ان احنا انت عارف لعبتنا دايما بتبقى مجهده كتير من امور كتيره، لكن مش ما بناخدش فيها دلوقتي الامور اللي مش متعود عليها اللاعب المحترف يعني او اللاعب المصري. فديت الحمد لله اللي من المعسكرات احنا بنقدر ناخدها منهم، وده الوضع اللي موجود الحمد لله دلوقتي الكريم داخل المعسكر،
ويمكن سمعت كنت بتتكلم على التريزيجيه وفعلا انا امتحانه ويمكن دي الماده اللي المواد اللي كان عليها ساعه مباراه النادي الاهلي في التصفيه الاولانيه في ابطال الكؤوس واللي ما اخدش امتحانات وفعلا وصل فعلا وموجود معانا زي ما انت قلت فعلا وانضم للفريق وانضم موجود معانا. برضه سمعت حضرتك بتتكلم على موضوع محمد عبد الشافي. محمد عبد الشافي موجود معانا في المؤثر. محمد عبد الشافي هو جه من النادي كان بيشتكي من تجمع دم في العضله السمانه العضله الخلفيه بتاعت السمانه. ايوه. والدكتور طارق خده وعمل له كشوفات طبيه وعمل له اشعاعات وكل حاجه وقال ان هو شغال مع التقرير هل عبد الشافي يقدر يلعب معانا مباراه كينيا او هيلعب معانا مباراه السنغال او هيلحق مباراه تونس. فالبرنامج العلاجي اللي موجود هنشوف هيتنظم ازاي ويتلعب ازاي والكلام ده هو موجود فعلا. وحتى النهارده الدكتور كان بيعمل جلسات مع الدكتور ابراشي والجهاز الطبي والدكتور طارق والامور يعني الحمد لله يعني حتى التطعيمات يعني نشكر سياده المحافظ ان هو وصل لنا موضوع التطعيمات كان ناس من وزاره الصحه وتعامل اللعيبه كلها والجهاز وكل شيء. فالحمد لله الاجواء هنا والله مريحه جدا كويسه جدا. حتى ملعب اسوان يعني اتفرجت على صور ملعب اسوان الملعب الارضيه جميله جدا ما شاء الله يعني. يعني الحمد لله الملعب انت عارف يمكن انت اخر مره كنا هنا كلنا كنا شايفين الملعب كان عامل ازاي. لا شكل الاستاد بشكل الملعب بشكل دخول الملعب بقى ليه شكل تاني خالص الرعب يعني الواحد بيبقى سعيد لما بيشوف في مصر حاجات زي كده البنيه اللي موجوده البنيه التحتيه الرياضيه ديت لما يبقى فيه ملعب زي ده بالارضيه ديت بالامكانيات بتاعه في الملابس بدخول الاكتشافات الاستاد يعني حاجات الحمد لله حاجات كويسه يعني اقول صرح رياضي لينضاف الى الحاجات اللي موجوده في مصر يا كريم فده شيء كويس. ويمكن انا قلت ان اي صرح رياضي جديد تعمله الدوله وطول ما الحمد لله وانا موجود هقدر باذن الله ان انا اسجل او اقدر اعمل مباريات دوليه فيه هيكون حاجه كويسه ان انا اقدر اعمل اي مباراه دوليه في تجمعات الاجنده الدوليه او في اي تجمعات ثانيه في نفس المواعيد في الاستادات اللي احنا عايزين نقول للناس ان احنا عندنا الحمد لله امكانيات كبيره في مصر موجوده. طيب كابتن شوقي يعني في بعض اللعيبه اللي حضرتك خدتهم لاول مره في منتخب مصر يعني مثلا زي صابر رحيل وصابر رحيل ممكن تجي له فرصه كويسه ان هو يلعب مباراه كينيا وحضرتك تتفرج عليه على الطبيعه على اساس ان محمد عبد الشافي ممكن ما يلحقش مباراه كينيا. تمام. هل في مباراه زي مباراه السنغال مباراه في بدايه التصفيات خارج مصر مباراه صعبه محتاجه لعيب برده عنده خبرات شويه مع منتخب كبير زي السنغال ممكن تلعب بصابر رحيل لو عبد الشافي ما لحقش ولا تحط احمد فتحي زي ما حطيته في مباراه البوسنه والهرسك وكان متالق المباراه اللي كانت في النمسا وكسبناها 2-0 كظهير ايسر يعني. هو طبعا شوف انت شوف الحمد لله عشان انت شوف اتجاهك قلت الكلمه الجميله اللي انت قلتها هل ممكن تدفع بصبر رحيل في مباراه زي ديت او تدفع بواحد عنده خبره؟ في ناس كتير ساعات بتهاجمنا ازاي احنا بناخد لعيبه عندها خبره بالرغم ان الفريق دلوقتي بقى فيه حوالي 4 لعيبه فوق ال 30 سنه تقريبا او 5 لعيبه يعني الحمد لله قدرنا ان احنا نعمل متوسط اعمار ونصغر متوسط اعمار حته بقى المشاركه في المباراه الحمد لله يعني طالما هو لعيب يلعب في الدوري المصري واحنا واثقين فيه انه يقدر يأدي المنافسين اللعيبه كلها موجوده كريم لان نوصل للتشكيل اللي احنا الهدف او التشكيل الاساسي اللي احنا عايزينه باذن الله يعني. يعني لسه كريم ما اتكلمناش في حته مين يلعب او التشكيل مين لكن كل شيء متاحه وهندي كل لعيب فرصته انه يلعب يعني كل لعيب نديله فرصه وفرصه كويسه انه يلعب ويمكن الماتش معمول عشان كده عشان احنا نقدر نشوف برضو اللعيبه دي ونقدر تندي اللعيبه دي. انا كريم عندي يعني قوام التيم 80% منه او 70% منه لو جيت عديت عدد المباريات الدوليه بتاعته متهيألي عدد المباريات الدوليه بتاعته هقول ايه يعني هقول مثلا 6 ماتشات 4 ماتشات 5 ماتشات 7 ماتشات 8 ماتشات ودي ورسمي يعني في قوامه في التيم اللي موجود كله دلوقتي. لكن الحمد لله ما احنا بنبني تيم جديد زي ما قلت يا كريم. التيم اللي بنبنيه بجديد ده يعني مطلوب مننا ان احنا نعمل تيم جديد ونوصل للهدف اللي موجود بالظبط. الحمد لله الواحد بيسعى له ان احنا نقدر نوصل يبقى عندنا تيم مش يلعب ل 2018 بس لا ده يلعب لاكثر من كده وفي عمليات الاحلال اللي بتبقى موجوده خلال السنين دي بالعدد القليل اللي قال في هذا الموضوع يعني. طيب كابتن شوقي يعني برضو يعني اللعيبه الدوليه هتنضم لحضرتك يوم 31 او 1/9 صح؟ تمام كده اللي هو اللعيبه المحترفين خارج مصر. يعني هو فعلا في عندنا بالنسبه للعيبه اللي هم المحترفين خارج مصر هناك بعض اللعيبه اللي عندها مباريات باذن الله عندها مباريات يوم
يوم 30 او يوم 31 وتاكد بس ان حضور احمد فتحي هيشارك في المباراه لغايه دلوقتي، ولما يتاكد لنا اي لعيبه ثانيه هنعلن عليها بالظبط. اي حد هيبقى عنده الفرصه انه يلعب في مباراه كينيا هنأكد عليه، واي لعيب هيوصل من اللعيبه المحترفين. احمد فتحي هيلحق ماتش كينيا؟ هيلحق باذن طب الله. كويس إنه كويس. هو عنده ماتش يوم 27 اخر ماتش عنده، وباذن الله اعتبارا من يوم 28 هو بيحاول يعمل حجز يوصل ماتش يوم 28 او يوم 29 ويجي اسوان وانضم لنا ويشارك في المباراه باذن الله. طيب كابتن شوقي، بعض اللعيبه مثلا على 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 سبيل المثال زي احمد المحمدي ومحمد صلاح بشكل كبير هيمشوا من انديتهم هينتقل الى انديه اخرى، يعني مثلا محمد صلاح بقى له ماتشين خارج التشكيل في تشيلسي، الحته بتاعته بقت زحمه اللي هي تحت الفراوده او الفرود السائد، ففي كلام ان هو هينتقل الى ساندرلاند واستون فيلا او استون فيلا الانجليزي. احمد المحمدي نفس القصه، جاي له عرض في الدوري التركي من نادي بشكتاش، وسامعين ان كابتن احمد حسن برضه يعني داخل في المفاوضات او بيتكلم لاحمد المحمدي في نادي بشكتاش. يعني لو اللعيبه سالتك وقالت لك يا كابتن شوقي رايك ايه، تقول ايه يا كابتن شوقي في انتقال اللاعبين من الدوري الانجليزي الى التركي زي احمد المحمدي او لمحمد صلاح من تشيلسي لنادي اصغر زي ساندرلاند او استون فيلا؟ بص يا كريم، هي دي كلها حاجات احنا بنسمعها دي والله زي ما انت بتسمعها بالظبط. يعني الحاجات اللي انت بتسمعها دي زي ما انا سمعت مثلا كلمه استبعاد عبد الشافي المعسكر وعبد الشافي رشيد المعسكر، بسمعها برضه على مواقع وحاجات. هي المشكله اللغط في الكلام الكتير اللي بيحصل ده، واحنا ما عندناش معلومه دقيقه. يعني انا ما عنديش معلومه دقيقه اقول لك اذا كان محمد هيمشي ولا محمد صلاح هيمشي ولا اي حاجه، لكن النهارده لعيب الكره المحترف يا كريم بيدور على ايه؟ بيدور انه يكون في احسن حاجه ويدور انه يشارك ويلعب، يعني ما بيدورش على حاجه اكتر من كده، بيدور انه يلعب ويشارك. اللعيبه دي يا كريم غير اللعيبه غير ان احنا زمان، النهارده بقوا عارفين مصلحتهم ايه، عارفين وضعهم ايه، عارفين حاجتهم ايه، عارفين كل حاجه ايه، يعني عارفين كل حاجه موجوده ايه. يعني هو ده الوضع اللي موجود دلوقتي، لكن انا بالنسبه لي ما اقدرش ايه، مفيش معلومه دقيقه. مفيش معلومه دقيقه عندي يعني. كابتن، بعد ماتش كينيا حضرتك هتستبعد كام واحد عشان تسافر بيوم السنغال، ويعني كام واحد هيكونوا مسافرين للسنغال ويرجعوا على تونس؟ بص يا كريم، انا يمكن قلت كلمه، قلت ايه؟ قلت ناس قالوا لك انتوا واخدين 30 لعيب ليه؟ تمام؟ وانا برد بقول ان ما عنديش مسابقه شغاله، ما عنديش دوري شغال، ما عنديش مسابقه شغاله خالص. يعني انا ما عنديش مسابقه شغاله ان انا هقعد لعيب بلعيب او اخد لعيب زي ما انت بتقول النهارده احتمال يكون عبد الشافي مش معاك. يعني انا ما عنديش مسابقه هتبقى شغاله اقدر اخد منها واضيف منها، ما عنديش دوري دلوقتي خالص. حتى الدوري احنا لما بيجي نتكلم في الدوري بنتكلم في دوري مجموعتين، بتتكلم في 20 ماتش في السنه. هل 20 مباراه في السنه كافيين انهم يعدوا لاعب دولي على قوه المنافسات القويه اللي انت عارفها دي يا كريم؟ لا. فعشان كده بس، يعني عشان كده انا بنقول ايه، احنا ضمينا 30 لعيب، نضم 30 لعيب لغايه ما نشوف، لغايه بعد المباراه. في مباريات يوم 31 وفي مباريات يوم 30، والحمد لله احنا كجهاز عندنا نظره من مصاب من سليم من اي حاجه. معلش احنا في الاتوبيس وطالعين على الملعب بس. لا بالتوفيق، احنا هنسيب حضرتك يا كابتن شوقي تركز في التمرين ان شاء الله، وسلامي لكل الجهاز الفني واللعيبه، وبالتوفيق ان شاء الله في ماتش كينيا يا كابتن شوقي باذن الله. لكن انا عايز اقول لك يعني كمثال مثلا احمد حسن كوكا، احنا ما كناش ضمناه وكان 3 جوال، تفتكر كان ايه اللي هيتقال علينا كده؟ لا لازم كان يكون موجود. بص انت بتدي الفرصه للجميع، الناس اللي ظهرت بشكل كويس في سواء في الدوري المحلي او الدوري الخارجي. والله يا كريم كل الناس اللي هي موجوده بتاخد فرصتها وكل حد. وانا المواضيع دي انت في الاخر بيبقى ليك وجهه نظر انت وجاز، ممكن تكون على صح وممكن تكون خطا، بس بتعمل اللي المفروض تعمل عليه. احنا حاول تكوين فريق قوي، بتحاول تكوين بس برضه في النهايه حضرتك مرتبط بعدد معين يا كابتن شوقي، يعني هتسافر بالسنغال يعني. مرتبط يا كريم، مرتبط فعلا بعدد معين. وانا يعني مش عايز اقول لك حاجه، اقعد بس مع الجهاز نشوف ايه اللي هناخده، بس يا غالبا هيبقى من 23 ل 24 لعيبه، مش هيبقى تمام أصلاً. تمام، بس هقول لك على كلمه انت عارف من 23 ل 24 الناس كلها هتسيب ال 23 ل 24 وال 4 5 اللي احنا ممكن يستنونا عشان الماتش الثاني هتبقى دي القصه. انا بقول لك من دلوقتي يعني هيسيبوا اي حاجه وهتبقى دي هي القصه. لا 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 بالعكس، الكل هيتكاتف وراك ورا المنتخب، مش هنركز في الخمسه سته اللي هيمشوا، المهم الناس اللي مسافره ان شاء الله، وممكن الناس اللي هتمشي يكون ليها دور بعد كده في ماتش تونس. ما بتسمع يا كريم ان في ناس زعلانه ما جاتش المنتخب، او ناس زعلانه عشان مش عارف ايه. تمام. ولما تيجي تراجع الناس دي تلاقي مثلا عمرها في الدوري العام ما كملش 30 ماتش ولا 20 ماتش ولا اي حاجه. تمام. وبتتكلم يعني حاجه بصراحه، وناس تفتح لها المجال للكلام.
تمام. يعني ناس تفتح لها المجال كده، وده برضو حاجات من الحاجات اللي مش مطلوبه، يعني مش مطلوب النهارده ان يبقى كابتن شاو. معلش هستاذنك عشان اذان العشاء بس، وبشكرك شكرا جزيلا كابتن شوقي غريب، وبالتوفيق ان شاء الله في التدريبات ومباراة كينيا القادمة. هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض في كرة كل يوم.